الثالث من يناير، وصلنا اليوم إلى منطقة البحث في الصحراء الشرقية. نحن فريق من 5 علماء، 3 رجال وامرأتين، وكلنا متخصصون في الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض، ومعنا 7 من الفنيين ومندوب عن القوات الجوية المصرية. والسبب في قدومنا إلى هذه البقعة بالذات هو ما سجله التصوير الجوي من تغيرات عجيبة فيها. بعض الصور أشارت إلى تحركات غير طبيعية لكثبان الرمال، وبعضها رصد ما يشبه الدوامات البحرية وسط بحر الرمال الذي يحيط بنا على مرمى البصر من كل الجهات. والتصوير بالأشعة أشار إلى وجود فجوة أو كهف كبير تحت الرمال وفي هذه البقعة بالتحديد، ولهذا تم تكليفنا بالقيام بهذه البعثة، والهدف هو إيجاد تفسير لكل هذا. ومنذ أقل من نصف الساعة انتهى نصب الخيام، وبدأ الفريق عمله بالفعل بإعداد أجهزة الفحص وأجهزة صبر الأغوار وجهاز يشبه سونار الغواصات، ويمكنه كشف أي فجوات أو كهوف تحت الأرض. وتم أخذ عينة من الرمال، ويتم الآن فحصها بكل الأساليب العلمية المعروفة، وسأقوم بتسجيل النتائج أولا بأول باعتباري رئيس البعثة. 4 من يناير، النتائج التي حصلنا عليها تربكنا بالفعل، ففور وصولنا لم يشر جهاز صبر الأعماق عن وجود أي تجاويف تحت أرضية الموقع، ولكن في المساء سجل الجهاز وجود عدة تجاويف محدودة. المثير في الأمر أن موقعها لم يكن ثابتا، لقد كانت مواضعها تختلف كل ساعة، وهذا مستحيل الحدوث علميا. الأعجب أنه وفي تمام منتصف الليل اختفت تلك التجاويف تماما، ولقد عقدنا ما يشبه ندوة علمية مصغرة في خيمة مندوب القوات الجوية للعثور على تفسير. وبعد ساعة من الأحاديث والمجادلات العلمية انتهى بنا الأمر إلى نتيجة أرضتنا جميعا، إن المشكلة تكمن في جهاز سبر الأغوار وليس في الأغوار نفسها. وعلى الرغم من أن هذا يستلزم فحص الجهاز أولا، إلا أن هذه النتيجة أرضتنا جميعا وآوينا إلى فراشنا هادئين. واليوم وعندما كنا نتناول الإفطار، شكت الدكتورة سعاد من ضوضاء مكتومة سلبت من عينيها النوم معظم الليل، ولكن أحدنا لم يسمع تلك الضوضاء أو حتى يشعر بها، وبسرعة فسرنا الأمر بأنه كابوس ليلي. ثم عدنا لمزاولة عملنا المعتاد، وفي الساعة 12:15 من منتصف النهار وجهاز سبر الأغوار لم يسجل أي نتائج عجيبة، ولكن الفحوص المعملية سجلت هذا، فعينات الرمال كانت طبيعية إلا من أمر واحد، النشاط الحيوي فيها أكثر من المعتاد، أكثر بكثير جدا. وفحص أي رمال عادة ما يسفر عن وجود نشاط حيوي على نحو أو آخر، بقايا حشرية، مخلفات طيور أو حتى بكتيريا نشطة، لكن النشاط الذي سجلته التجارب المعملية والتي تمت إعادتها 5 مرات أشارت إلى نشاط حيوي فائق، نشاط لا يمكن تسجيله إلا مع عينة من كائن حي، ولم يفهم أحدنا هذا أبدا. الأمر بالفعل يخالف كل القواعد العلمية وعلى نحو مستفز، ولكننا سنعيد دراستنا وسنبحث عن تفسير، فدوما هناك تفسير ما، دوما هناك تفسير ما. الساعة الآن 10 مساء، وكنت قد توقفت عن التسجيل لأعيد فحص عينات الرمال بنفسي. وعودتي إلى التسجيل ليست لأنني وجدت تفسيرا، ولكن لأن الظاهرة عادت للظهور، تلك الفجوات المتحركة. وفي تلك المرة فحص الفني المختص جهاز سبر الأغوار 1 وثانية وثالثة، ولكن الجهاز لم تكن به أي عيوب وكان يعمل بكفاءة تامة. هناك بالفعل نوع من الفجوات تحت الأرضية التي تتحرك أسفل الرمال بعد مغيب الشمس بساعات، وفي حياتي كلها لم أرى شيئا كهذا أو حتى أقرأ عنه، لكنه يحدث، وما دام يحدث فهناك حتما تفسير ما، وأقول حتما. نحن الآن بعد منتصف الليل ب5 دقائق، وكان من الضروري أن أسجل هذا قبل إنهاء التقرير اليومي. الفجوات تحت الأرضية المتحركة سلكت اليوم نفس سلوك الأمس، اختفت دفعة واحدة
وعند منتصف الليل بالضبط، ترى هل نواجه ظاهرة رملية جديدة لم يتم تسجيلها أو رصدها من قبل؟ لو أن الأمر كذلك، فمن الضروري أن نبذل المزيد من الجهد حتى نكشف أسباب هذه الظاهرة، ومن يدري، ربما نحصل بهذا على جائزة نوبل في العلوم. أقول ربما. 5 يناير. أعذروني لو كانت كلمتي اليوم مضطربة، فما حدث أمر رهيب. لقد اختفت الدكتورة سعاد. حاولت زميلتها الدكتورة فاطمة إيقاظها في الصباح، ولكنها وجدت خيمتها خالية وهناك مساحة كبيرة في منتصفها من رمال ناعمة، من الواضح أنها قد ابتلعتها أثناء نومها، وكانت صدمة لنا جميعا، صدمة إنسانية وعلمية. فمن المستحيل، ونحن 5 من علماء الجيولوجيا، أن ينصب أحدنا خيمة فوق بحر صغير من الرمال الناعمة، مستحيل تماما. ولكن هذا ما بررنا به الأمر لطاقم الفنيين ومندوب القوات الجوية. وعلى الرغم من أننا قد أقمنا مراسم الرثاء للدكتورة سعاد، إلا أن هناك أمورا أقلقتنا كثيرا. فعدد من أفراد الطاقم الفني وحتى زميلنا الدكتور محمد كانوا يشكون من تلك الضوضاء المكتومة العجيبة التي لم يسمعها أو يشعر بها سواهم، والتي منعتهم تماما من النوم. بل الذي نواجهه بالضبط ظاهرة علمية صحراوية جديدة، أما سأترك هذا للزمن لعله يجيب أو لا يجيب، لست أدري. 6 يناير. مندوب القوات الجوية قرر اليوم إنهاء عمل البعثة رسميا، بعد أن استيقظنا لنفاجأ باختفاء 4 رجال دفعة واحدة، 3 من الفنيين والدكتور محمد. 4 اختفوا دون أن يتركوا خلفهم أثرا، باستثناء بركة الرمال المتحركة في منتصف خيمة كل منهم. هنا لم يعد الأمر مجرد ظاهرة، إنه يتجاوز هذا بكثير. 4 اختفوا هم من سمعوا تلك الضوضاء المكتومة ليلة أمس، ووحدهم كانت في موقع خيامهم رمال متحركة، وحدهم دون سواهم. ولقد فحصت رمال كل خيمة بنفسي، واختفاء 4 لم يكن الظاهرة الوحيدة. لقد تعطلت اليوم أيضا كل أجهزة البعثة، كلها في آن واحد وبلا مقدمات. وعندما فحصها الفنيون وجدوها تمتلئ بالرمال كلها، حتى أجهزة الاتصال مع مندوب القوات الجوية وجدنا داخلها كما من الرمال يكفي لإفساد كل التوصيلات الرقمية بها. أصابنا هذا جميعا بحالة من الرعب الصامت الذي بدا واضحا في شحوب الوجوه وزواغان الأعين. وحده مندوب القوات الجوية ظل متماسكا، ولكنهما إن اختلى بي حتى أخبرني أن سبب وجوده في البعثة هو اختفاء 1 طائرات القوات الجوية في هذه البقعة ودون أن تترك أدنى أثر، ولأن أجهزة الاتصال لدينا تلفت، فقد رأى أنه يستعين بوسيلة تقليدية قديمة، مسدس الإشارة. كان يعلم أن فرصة رؤية ضوء الإشارة في النهار ضعيفة، إلا أنه لم يكن يملك سوى تلك الوسيلة، وحتما لم يكن يريد البقاء حتى يغلفنا ظلام الليل. ولكن المشكلة الكبرى هي أنه لم يعثر على مسدس الإشارة، بل ولا حتى على حقيبة أدواته كلها. لقد اختفت من خيمته تماما وكالمعتاد بلا أثر. وبكل توتره طلب منا أن نترك كل الأجهزة خلفنا ونبتعد عن هذه البقعة الملعونة على الفور، ولكن الرمال كانت في كل مكان، حتى محركات السيارات، كل السيارات. وكان هذا يعني أننا سجننا هنا مع ظاهرة تثير رعبنا ولا ندرك عنها شيئا. وعلى الرغم من أن هذا يخالف كل القواعد، فقد طلب منا مندوب القوات الجوية أن نبتعد عن تلك المنطقة مهما كانت النتائج. وهنا اكتشفنا المصيبة الكبرى، لقد صرنا مسجونين داخل دائرة كبيرة من الرمال المتحركة يبلغ عرضها 10 أمتار، دائرة علمنا بوجودها عندما ابتلعت 2 من الفنيين والدكتور عادل مع محاولتهم الابتعاد عن المنطقة. لا مفر إذن، هناك قوة ما تصر على أن نبقى، وسنبقى على الرغم من أنوفنا. 6:30، والشمس غابت بالكاد، ولكنني أرتجف من قمة رأسي حتى أخمص قدمي.
إنني أتعجب حتى كيف أمكنني كتابة هذه الكلمات بعد كل ما شاهدته بأم عيني. فمنذ قليل بدت تلك الضوضاء قوية مسموعة على نحو أصابنا جميعا بالرعب، خاصة وأنها تنبعث من تحت أقدامنا من أسفل الرمال. ثم كاد قلبي يتوقف مع ذلك المشهد الرهيب. شيء أشبه بثعبان هائل من الرمال ارتفع فجأة وأحاط بمندوب القوات الجوية ثم سحبه معه إلى أسفل، فاختفى تماما تاركا بركة صغيرة من الرمال المتحركة في موضعه. ثم تلاه أحد الفنيين ثم الدكتورة فاطمة، وتوالى السقوط والاختفاء. شيء ما يشن الحرب علينا، شيء لا يمكن أن أصفه إلا بأنه رمال حية، رمال ابتلعت الجميع فلم يتبقى سواي. ولست أدري حتى إذا ما كانت تقارير هذه ستصل إلى أحد أم لا، فالضوضاء المكتومة تتصاعد من أسفل تماما، وها هي ذا الرمال من تحتي تدور وتدور وت... ليس هناك أي أثر للبعثة، المنطقة خالية تماما، لا بشر ولا أجهزة ولا حتى سيارات، مجرد رمال. عاد وزير البحث العلمي وقائد القوات الجوية سماع تقرير طائرات البحث عدة مرات قبل أن يقول قائد القوات الجوية في توتر: أين ذهبوا؟ لا أحد يختفي هكذا دون أن يترك ولو أثرا ضئيلا خلفه. صمت الوزير لحظات مفكرا قبل أن يقول: ليس هناك سوى سبيل واحد للمعرفة. سأله قائد القوات الجوية في اهتمام: وما هو؟ سحب الوزير قلما وهو يجيب: سنرسل بعثة أخرى، سأصدر قرارا بهذا فورا. ووقع القرار. تمت بحمد الله.